السلام عليكم احمد او شنقكس بونج، مقطع جراند جديد. لي اسبوع ما نزلت جراند، فعشان كذا جلست 4 ساعات اصور لكم مقطع، وطلعت بعد التصميم والتقطيع والتلذيذ فيه صار كذا جاهز مدته ساعه كامله وديتها جزئين، جزء بتشوفونه اليوم وجزء بتشوفونه الحلقه الجايه من جراند، راح تكون بالكثير يومين 3 ايام وهي عندكم. لو سمحتوا لا تروح لكم انت تكتب متى جراند، الله يخليك، واذا نزلت مقطع فورت تقول لي متى جراند ممكن. شكرا لك. انا اعتذر لان جوده المقطع سيئه، والله يا اخوان هذا شيء ضيق صدري وبغيت ما انزله، لكن اغلب الشباب قالوا نزل يا ابو بنقو ما عليك بنطالع، وقلت يلا منها تسامحوني ان شاء الله واعوضكم في المستقبل بشيء افضل. ابي منك تفهم الفكره والشخصيات، لان السلسله راح تكون طويله وراح تكون احداث مرتبطه ببعضها، بالذات حلقه اليوم والحلقه الجايه كلها مرتبطه ببعض، واوعدكم انكم تشوفون شيء ما عمره صار في تاريخ جراند باذن الله. اللي ابي منك تفعل الجرس، واذا انت ما انت مشترك تشترك، ما بقلنا شيء على المليون. وغير كذا ابيك من الاوائل اللي بتشوفون التكمله، لانها بيكون شيء اسطوري. ما بيحرق عليكم ولا بقول لكم شيء صار في المقطع، شوفوه وعيد واقول اعرفوا واحفظوا الشخصيات الموجوده. شكرا لكم، مشاهده ممتعه، الله يسعدكم. لا تنسى اللايك اكثر شيء يدعمني، والاشتراك اذا ودك، ما بقلنا شيء على المليون. مشاهده ممتعه، صلوا على محمد، مع السلامه. دق مرة ثانية، ما يبيعها عن أي واحد، أحد له هو أتوقع، بس أي شيء أبغاه تحط هذا مقرة هنا فوقنا، في سيارة هنا، أنا في منطقة غير آمنة. إذا هدد أضرب شقوه. لا منطقة نص، أنا في منطقة غير آمنة يا عيال. يبي ذا وين نشقه؟ إحنا في منطقة غير آمنة. اضغط يا حذبه. لا خلاص هلا. لا خلاص طيب، بيدخل. يلا هناك، يلا دقيت عليه يعني المكان في اتوقع في اتوقع في ناس فوق قاعد يبيع اكيد. والله هو هذا المكان، في فايت فوق على طول نطلق هنا، على طول نطلق. لا تهديد هنا الدبابات. لا اله الا الله، ما شاء الله شباب، وين رايحين؟ تعال تشترون ايش؟ يبون يهدون يذبحونا. خلهم يهدون رب المصحف. يهددوا على طول. ناصر معنا انت، مركز. ايوه ولا تعطينا كيوت وركز. ها ما شاء الله مغطي الشباب، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عشق. اي والله انه هو في ذمة امك. اي والله عادي نهدده. يلا لا يا ابو والله تاخذ السياره. عليكم السلام، الله يحييك. ما تاخذ سيارات، كيف الحال يا اخوي؟ حياك الله خير يا شباب. فوق واحد ما شاء الله تبارك الله. وين البضاعه؟ ما عندك الطيارات؟ بس موجود كل شيء موجود، بس ما نطلعها هنا بالله. طيب نقدر نشوف وش تسوي؟ بس والله سمعنا عندكم دبابات وشغل طيب. عندنا الدبابات، مدرعات، طيارات، الكابترات. ما شاء الله. نقدر ناخذ لنا فره؟ ايوه. كيف نشوفها؟ انت تحدد الشيء اللي تبيه ونجيبه لك. والمقابل طلبيه، هي مو بجاهزه. المقابل لا اقسم برب الكعبه اني اسف علي، اسف بكل اعماق. ما عليه سامح هو شوي مجنون. نمشيها المره دي. طيب وينها؟ ولا انا ما اقدر اعلمك اماكن هذا. طيب اسعارها تقريبا الاسعار وش تبي؟ دبابه 15 مليون. ايش يا لطيف. السلام عليكم. مدرعه ب 6 مليون عندك. السلام عليكم. نصب صح، والله نحتاجها والله. طيب يعني تعالوا على خير ان شاء الله. تعالوا شوي. احمد، كم معك سعد؟ خلنا نقول انا معي مليون و6. مليون و6؟ تكفون رواف. معي 2,900,000. ناصر؟ ايوه. تكفى ناصر؟ يعني ها مليون الا تكه، احسبها قول مليون يلا مو مشكله. والله لازم بقول مليون. يعني التوتل 3 مليون رواف كم؟ 3 مليون تقريبا. 2,900,000. 3 مليون رواف؟ انا معي 1,200,000. سعد كم انت؟ 1,600,000. 3 مليون، 3 مليون، 4 مليون ونص، 5 مليون، كم يطلع التوتل عيال؟ ما ادري بس تقول يمكن 8 6 7. طيب الصاروخ ذا بكم؟ يا الغالي يا ابو حميد، عندك شيء ب 5 مليون ونص؟ 5 مليون ونص، في مدرع ب 6 مليون. خلها 5 مليون ونص تكفى.
معليش الاسعار ما تغير. ايش دعوه يا ابوي، والله تكسبنا زباين، عصابتنا ترى ممتازه. معليش والله نتعب عليها ونجيبها بتعب. صدقني بنعطيك حمايه، بنعطيك حمايه بتحتاجنا بعدين. الله يعافيك، موجوده شكرا لك. استفسار، الله يعافيك. اهلين. هلا، هذه على كم هذه البلاستية؟ البلاستية هذه الواحد على 6 مليون. يا لطيف ما شاء الله، هذه نطلقها يعني كيف؟ هذه عاد مفروض انت عندك راس نووي يعني يتفجر نص المدينة اذا تبي. طيب على كم النووي؟ في انا مشدي نووي تكفى. نووي نجيب لك من كوريا الشمالية يعني 2 مليار 3 مليار. هذا عيال طعنا. ما شاء الله كل شيء موجود عندك انت. طعنا تكفون معي خلاص. استوي بس. طيب اسمع، احنا تشتري مني ستينجر حق الطيارات. لا لا تبغى نجربها، تعال شوف هذه الطياره، خلينا نجربها عليها. تعال احمد، لا احمد بيفجرنا كلنا. لا اله الا الله، 15 مليون بالله صادق؟ طيب ما نقدر نشوف شكلها كيف؟ هي ما بقدر اطلعها لك يعني بطلبيه، انت تطلبها واجيبها لك بعد ساعات كيف بشكلها؟ يوم يومين. طيب نقدر ناخذ موعد نشوفها؟ احنا شرين بس مو الحين ان شاء الله، بعدين احنا نبي نشوف يعني من الاخر. احنا معانا تقريبا 7 7.5 ونبغى الدبابة. 7.5 وبنجيب لك يعني بنكمل لك المبلغ، ما عليك يعني والله نكمل يعني المبلغ. الوجه الطيب ذي 13.5 مليون. توكلنا على رب العالمين. يلا بس خلينا نشوف اول شيء نقدر. لا ما في الحين، ما بقدر اطلع لك، انا بجيبها لك. كم 13؟ يا ما معنى 13 مليون شلون نجيب هذي يا اخي؟ شلون نجيب 13 مليون من جد؟ عادي عادي والله. انت اكثر واحد معك فلوس، كيف جبت الفلوس هذه؟ والله شوف انا شغلتي تاجر مخدرات، اطلع 3 مليون بساعه ساعتين. خشي عاد من جدك، ساعه ساعتين بالسيرفر وساعتين بالحقيقه. اتاجر بالحشيش ساعه بالحقيقه ولا بالسيرفر؟ اي ساعه بالحقيقه ومضمونه، بطلع ملايين بالساعه هذه. اي مضمون. طيب يا الغالي بنرجع لك. اوكي خلاص تمام. اتوقع الشايب ده هو زبون من عند منور، رقمي موجود عنده. خلاص انتهى يا سعد. بالله صادق هو بيطلعها لنا؟ شفت الأربع اللي قبل شيء طلعوا من عنده؟ أيوه. والله ما جو إلا هم، قد شهرين مثله أتوقع يمكن. هذا أكثر ناس، ترى أكثر ناس أشوفهم عند الكوكايين والبيع. بالله عليك. واللي قاعد يسوق ينزل عشان ما. أنا رواف الدل المكان حقك هذا. أي أشر عليه. أي ودنا. أبغى أخذ كمية كبيرة يا رواف. ها هذا اسمع. طيب إحنا وين الحين؟ أبو محمد. خذ باك. انزين. انزل وخذ وظيفة من هنا. إيه نأخذ وظيفة. بالله؟ ايوه بايع كوكايين، بايع كوكايين. مين طيب بايع خمور؟ لا بايع كوكايين. صرت بايع كوكايين. يلا كوكايين. الحين وين بنروح؟ الحين نروح اول شيء نجمع اوراق الكوكايين. من وين؟ بعدين نروح الحين اوريك من هنا بحد نضيع. ايه من هنا. والله انه مكان يخوف بس يلا مو مشكله. اوه هذا اللي طاق فيه على طول. ما عليك ما عليك. أيوه. يعني اذا احد جانا علي حرامكم تحتزمون في الجو ولا في الارض؟ عشب 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 عشب. خذوا اوراق وانا بحميكم. خلنا ندخلك في السياره. خلاص خليك في السياره، قلنا اذا احد جاء. طيب ادخلوا معكم فلوس، اهم شيء كاش لان يسحب منا فلوس. مليون بس تجي هنا يكون معك كاش. احطها كلها مليون 200. لا اضغط انتر هو بيخصم منك تلقائي. اجمع اوراق الكوكا. كوكا يلا بجمع كولا. بجمع كوكا بوكا. معي 90 900,000 900,000 بيقعد يخصم منك بس يا عيال النتيجة حلوة مرة بيطول يا عيال. وين القاه سعد؟ وين حقيبة؟ ما معي شي انا في الحقيبة. الا معي اوراق الكوكايين 190 190 كثير ولا قليل سعد؟ كثير، انا معي 198. جتني يا زق. احمد ايش رايك؟ موتر نطق عليه. وين انا مو هنا ما تدفع باقي بالخط في الشارع. نطق عليه. جا اذبح على طول. هدو اوه سكننا كذا. اوريكم حركه. شوف الله معلوت حلو. لا غطيت وجهي. الله يقطع شكلك. ما في عجب يا عجاب. لا 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 فك يا ورع. كوني ناصر مغطي وجهه ويسوق. انزل انزل يا ناصر. انزل اي اضطف فكوني اضطف يا ناصر اضطف ناصر اضطف
هذا بك كذا احمد ام ضغوط ام تعال تعال بك بك فكني بالله فكني ابغى اشوف تكفى تعال يا له دي غطي تكفى ناصر تعال ناصر تعال تعال وينك انت تعال ما تضرب 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 كوكو نروح نحل الكوكايين وين نحلله بعد دار خليه حلال ما شاء الله علم الحشيش ناخذ حشيش اتذكر المكان الحين وصلنا نحللها تحليل الكوكايين انا عندي تعبان ليلي جامد يا عيال اخرج تحليل الكوكايين كلها مخدرات حلو جمع فلوس يا لا مين غطاني فك خلاص والله ما اشوف شيء والله ما اشوف خلاص والله الله يستر علينا والله والله اطلق لا 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 فكوني بابا دخلت فكوني كان مأيم علينا ابن الميت تحليل تحليل الحشيش تحليل حلو حلو خليه حلال قلت لك طيب طيب لما طق ريط كم بتصير فلوسي الحين ولا باقي لازم ابيع لا لا الحين تصير كوكايين بدل الاوراق بالله باقي اجل ليلنا طويل بعدين نحللها ونطلع فلوس لا الحين قاعدين نحلل بعد إيه؟ بعد التحليل نروح نبيعها ونبيعها بكم اتوقع فلوس من حقيبه عيال يب ايوه 174 كويس يعني حلو انا مين مره حلو مره انا 150 تقريبا 140 188 مليون 4 مليون هذه هي منا يا سوحات شرع ثاني شرع ثاني شوف كيف قاعد اركض انا هنا البيع قلت راح تبيع بكوكايين بقاله بقاله بالله عليك والله مو بقاله لا انا الحين اتوقع نشوف نبيعها طيب متى نحلل متى تصير الفلوس الحين نبيعها تجينا فلوس وسخه بعدين نروح نغسلها رواف فوق صح تكفون قولوا ما ياخذون فوق 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 مع الباب اللي قدام اوكي اكيد ما شاء الله في احد داخل طيب انتبهوا ما ادري طلعوا سلاحكم لا مو بامن ورا مو بامن ذبح على طول احمد درعوم يا رطودة ايوه هنا لا لا شيكو الله ياخذك يا بيع 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 طلعت بيع يا سلام بعت 99 99 ليكم بيطور زيت كم مال يا طلعت لي ريسيفت 2250 وش هذا ايوه يجيك مال قذره الحين قذره على كل حبه يجيك 1000 خلاص مشينا عيال معي 600000 انا 600 وعليها 633 600 كبير مره يا سعد طيب اموال قذرة اذا غسلتها يجيك دبلها بالضبط شوف كم معك اذا غسلناها تصير دبل بالله عليك احنا اربعة والله يعني غسلتها ايوه دبل. مخدرات فلوس مليون ومئتين ايوه اذا غسل يعني 600 الف تصير مليون ومئتين تقريبا طيب الحين لو مسكوني وهي علي مخالفة ولا عادي ايش لو مسكوني والشرطة وهي معي مخالفة ولا عادي ايوه ياخذونها كلها اكيد ولا خليك من ذي يا اخي بعيد الغسيل مره انت بطلعوا اسلحتكم لا يكون في ناس اي ترى ذبح بدون تهديد ها إيه. شوفوا والله دايره حمراء متحركه ما تذبح بدون تهديد طيب انا مجهز تبوا ترى اغلب التجار هناك يعني اي واحد يشوف الحين نذبحه تم واحد انه يدخل بوابه الشباب هذه والله لو نموت انها غبنه والله لو نموت انها غبنه وقهر شوف 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 ثلاث بوابات شوف بوابه يسار بوابه هنا وبوابه ورا في الجهه الثانيه هنا طيب ننزل سيارتنا هنا تعال خلنا نغسل يطلع هاي جراوند دي ثاني اصبروا حب ناصر حد يا والله كل الناس هنا دائما ترو خلنا نشوف يمكن ناصر اتبعصم من الجو اوكي اتبعصم طلع سلاحك ناصر داخل والله انا في مغسله يا عيال انا في المغسله شو الفلوس هنا غسيل اموال شو الفلوس ابغاها كلها ادي في فلوسي احط غسيل اموال يا بطيخ تعالينا اي هنا عندي حطيت هنا يا طيب تحط الفين يطلع لك 4000 انتظر الحين نجي ننتظر حبه لما تتنظف عندي فكره ايش رايك يا احمد تعطيني كل فلوسك عشان احنا نغسل الثلاثه وانت راقب تم عطني عشان نخلص بسرعه لا يكلمنا واحد علينا عصابه شيء تعال معي خلاص روح ناصر ما في الا مدخين هذه بس لا في مدخل خلفي ما تعرف المدخل خلفي وين ترجع عندي طيب ما اطلع فوق بالسلم الاصفر ما تنفع هذا مدخل خلفي هذا الباب
بطلع بالسلم هاي جراوند. طيب لو طبوا علينا الحين، لو طبوا علينا ناس تبي تودع، تبي تغسل فلوسها، يذبحونا ياخذون فلوسنا. ذبحهم ذابح يا يحرم اللي معنا. لا والله حرام هذه، امسكهم معاكي، خلوا سعد حاله داخل. لا معهم ايزي ان شاء الله، خلوا سعد حاله داخل. اذا هم اقل منا خلوا سعد حاله داخل. اذا في اقل، اذا اصبر اصبر، اذا هم اقل بنشقهم، اذا هم اكثر بناخذ، بنشوف في جراج سفن، ناخذ سفينه ونزبن. وين الجراج حولنا؟ انا طلعت مره فوق، طلعت مكاني جامد. البابين هذه علي، اوكي البابين هذه علي انا اغطيها. ناصر كيف الوضع عندك؟ سعد كم يبقى الوضع؟ طيب ومستتبه ولا الحمد؟ اتوقع ربع ساعه نص ساعه. والله كثير مره. الا ترى في سلم من الجهه اللي قدام مكاني مره، اللي بيجي والله لا انفض، اقسم بالله اخلص. اسمعوا، لو لا قدر الله يا عيال جاء احد، خلوني اخر واحد انا، اوكي باخرهم قدر المستطاع. ما تموت واحنا معك، ني خابر بس الفلوس، الفلوس الفلوس يا عيال. طبوا البحر، طبوا البحر، سووا اي شيء. والله لو انصاد عليها ساعتين ظهري انكسر. وليش ما صوت صفاتي؟ ليش ما صوت صفاتي يا عيال؟ ورب العزة انك صادق يا عيال، اقسم بالله سيارات كثير، هليكوبتر سيارات كثير. الجبل يا عيال، بروح انا احلل والله. كلكم روحوا، طلع سينا لا 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 لا، باقي شوي، باقي شوي، اركب اركب بسرعه بسرعه. بطلع سنجر. طير احمد، طير. زلع علي الحرام، ابتزالها ورب الكعبه، ابتزالها. الله اكبر، ارحم. الله اكبر، بترقع ما تلحقنا. فلوس معك، فلوس معك سعد. كم معك؟ دي خلنا نشوف، لازم افتح جوا. يا عيال ورب الكعبة وقسما بالله لو تشوفون الجبوس اللي خاشة مع سيارة الشرطة، يا الله يا ربي. وين بروح الحين؟ اهم شيء مراحة تبا. يا عيال ابعد ساعد، ابعد من الجهة هذه. يبعد من الشاطئ بجنفة لحظة. والله يا انها بطيئة مرة السفينة. كم معكم يا عيال الحين؟ كم خذيت؟ كم وصلتوا؟ كلها معنا؟ ما اتوقع. لا والله ما غسلت الا 200. اسالك بالله، اي والله غسلت الا 200 من الوقت. ايش قاعد تسوون؟ 200 من اليوم قاعدين نغسل بس بطيء. ايش تسوي؟ دقيقه والدبابه. دقيقه سعد، 200,000 يعني 400,000 يصير معنا بس؟ اي بس غسلت 200,000 يعني ما عندنا باقي فلوس. باقي فلوس وسخ، ما نقدر نشتري فيه تبن. كيف نشتري الدباب الحين؟ وقفت، ما غسلت شيء. انا ما غسلت الا 100,000، ما اعطيته كل الفلوس اصلا. يا عيال يا عيال، باقي غسيل الاموال في المغسله، الباقي. يا عيال تستهبلون، تستهبلون. تكلم يوم اني اسالك وتقول معي الفلوس. سعد سعد الحين وانا فوق ما تقول الفلوس معي، امشوا. اي اقصد لا، وش تبي اغسل وهم موجودين؟ انا ايش اتفقنا في البدايه؟ ايش اتفقنا في البدايه؟ انا فوق حتى لو امسكوني عادي. يغسلون واثنين يقعدون. خلاص طيب، انا كنت فوق، كنت يعني يمديني اخرهم، كان يمديك تغسل. والله حرام. وش تبغى اسوي؟ مو بكيفي. اي بنلقم والله بنلقم. يا اخي انا اقصد في البدايه احنا كنا متفقين انك تغسل وحنا نصاد، حتى لو صدنا عادي. الحين لنا ساعه ونص قاعدين نغسل. A few moments later. ناصر وذول. ناصر انا يعني ناصر انت ما سويت شيء. 600 انت نزلت كانت 800. ايوه بس اسحب سويت لي وشوم، شوف ظهري في وش مين. طيب يعني كم صار ما يجونك يعني ولا وشو؟ الا ترى دايم يدهمون المكان تقريبا. يا ابوي انا بدأت احس انه متعاون تدري. رواف اعترف، وقف خربت قد متعاون. والله انت متعاون يعني، كلنا كلام واحد وكلنا نفس ايش ذا المكان؟ لا مين هذا؟ هذا وش المكان؟ والله هو جامد. هذا المستنقع. وقف هنا عند الباخرة هذه. والله يا إنه جامد المكان هذا. والله دايم مرة. حكشته. لا. طيب الحين شو خط؟ يعني هذا المكان إيش؟ في جلسة عوائل. بالنسبة شو نص ساعة ساعة بدنا نمشي عشان ما يجون شو. يعني نخاف إنه. أيوة بالنسبة. أنا عندي اقتراح. اسمع. شفت ذاك اللي كلمناه؟ عشان الدبابة.
من هو سي سي خل نكلمه حق بلاك ماركت خل نكلمه يمكن يفيدنا بشيء ادق عليه طيب ايش اقول مستحيل دق عليه لا هو حيطلع برا رواف رواف بالله يطلع برا خليك على الخط على اي مكان عشان احتياط لا صار شيء اي والله دق عليه طيب واذا كرشني اتوقع له نذبح كرشنا نخرب امها نخرب امها مع الشرطه نخرب امها مع حق غسيل اموال ولا نقعد نزبح عند غسيل اموال لما الناس يغسلون من دهمهم سي اي يلا قبل شوي اعطاني احمر شكلك كان مشغول ان شاء الله انا فاضي ناس ايش قاعد تسوي قاعد اما النبته اللي قدامي الو 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 هلا هلا والله السلام عليكم عليكم السلام يلا هيا الله يحييك عرفتني الصوت مو بغريب انا جيتك مع ثلاثه من الشباب كنا نبغى نشتري دبابه تذكر ثلاثه من الشباب ايوه انا ابغى نشتري دبابه كنا تونا جيناك الصباح اليوم راعيتكم ايوه بالضبط ايوه اللي مع الشايب اسمع العلم طول العمر والسلامه بعطيك اياها على بلاطه ومن الاخير تخفيض ما في تخفيض لا والله مو بتخفيض اسمع والله العلي العظيم ان قبل شوي طول الوقت جالسين نحاول نجمع المبلغ عشان نجيك والله طيب جمعنا اللي نقدر عليه وقعدنا نجمع ورحنا اشتغلنا في مخدرات وعرضنا حياتنا للخطر عشان نحاول نجمع كم المليون الناقص هذه وناخذ الدبابه يوم رحنا نغسل الاموال القذره اللي عندنا تمام غسلنا تقريبا منها حول 800 الف 600 الف كذا مليون الكراع شوي الا والله العظيم ان الشرطه مداهمتنا كيف دروا ما ادري داهمونا اضطرنا احنا نهرب وفجرنا هليكوبتر دوريه والحين وضعنا جدا زفت ونحتاج زي ما تقول خدمة بسيطة والله العظيم ما راح ننساها لك شوف أنا ما بقول لك راعنا طيب ما بقول لك راعنا طيب لكن أبي مساعدتك بأنك أقلها تعلمنا من وين ناخذ الدبابات وين نلقاها المكان اللي يبيعونها فيه اللي نقدر نشوفها فيه حنا بنزرفها ما أقدر أعلم كل شيء هذه سرية خاصة في البلاك ماركت يا أخي أنا والله العظيم اسمع أنكم اشتغلتوا في المخدرات و ايوه صحيح. طلعت منها مبلغ ايوه جبت منها اموال قذره اموال قذره بس ما قدرت تغسلونها صحيح صح كم تقريبا المبلغ ثواني بالله كم الاموال القذره اللي عندك انت رواف سريع كثير أنا... اموال قذره كم تقريبا انا معي... أنا, انا 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 تقريبا انا مليون و200 يعني تندب صح انا معي انا ايه تندب المليون انا مليون و200 يعني فوق المليونين وعليها 3 مليون طيب وانت مليون... معي يا حضرة التاجر اي معك هلا تقريبا عندك كيف عرفت كم معك ايوه ايوه تحسب اللي ايوه ايوه تقريبا مليونين مليونين قذرة طيب مليونين قذرة ما قدرنا والله نغسلها كلها غسلنا منها تقريبا حول 600 الف دولار طيب انت قلت لي تبي دبابة صحيح ايوه دبابة بس طيب انا في دبابه ابيها من اول لك ما اقدر تجيبها طيب اذا بتساعدوني نسرقها بس بشرط انكم تعطوني المليونين القذره اللي عندكم طيب يسرقناها تصير لمين بعد تصير لكم تاخذونها ما عندي مشكله بس تعطوني المليونين طيب اوكي بس عندي شرط ثاني انا بعطيكم اياها بشرط ثاني ايوه انه في يوم التطهير ابي حمايه منكم من كنت عصابتك في يوم ايش يوم التطهير او ساعه التطهير وشو ذا؟ هذه ساعة ساعة تطهير العصابات كلها تتجمع وتقلب الحكومة واي احد يشوفونه في المدينة يذبحونه اقسم بالله انك تحزن بس كذا تبي حماية يعني؟ بس حماية في الساعة هذه فقط والله لهلا وش يبي احمد ايش يقول؟ دقيقة يا والله العظيم انك تحزن خلاص تم بس كذا احمد مليونين القذرة والحماية في ساعة التطهير هذه بس وتدلنا على المكان طيب المكان وين تعرفه انت تدلنا عليه بساعدكم انا ومولكم وضبطكم طيب علمنا وينه لازم اجتمع معكم واعلمكم انت وين مكانك احنا يطول عمر السلامه في واحده من البيوت عندنا في المستنقع في المنطقه غير امنه الجوال قفل يا عيال الجوال دق دق عليه مره ثانيه الله يحييكم وش يبغى تقول له تحت زم ما ادري وش يا عيال بيضبطنا بيعطينا بنعطيها الاموال القذره اللي عندنا وبيعلمنا كيف نزل بالهليكوبتر وبيساعدنا بس اموال قذره بدون الثمانيه هذيك ما يبغى شيء ثاني بيساعدنا يقول بيساعدنا وبيعطينا الدبابه يبغى يزرف دبابه هو بعد لكن اللي تحت المطار إيه؟ القديم معروف. تحت المطار القديم معروف في سفينه في زي ال خلاص كم يبي لك شو جايكم والله ربع ساعه 10 دقائق طيب يا ركزوا معي يلا. اول شيء وافق انه يساعدنا انتوا سمعتوا كلامي ما بشرح كلامي مره ثانيه يبغى منا حمايه بيوم التطهير يا سعد يوم التطهير تعرفه نفسه هذاك اللي حق الحرب الاهليه صح؟ طيب
نفس حق الأرض. أيوة. طيب حلو. اللي بدون قوانين كل شيء جائز. أيوة يبغى حماية. أوكي. قلت له تم. ما عندي مشكلة إذا نكفوا ندخل العصابة بعد. أوكي. هذا واضح. والله خلاص حلو. إذا نكفوا ندخل العصابة بنستفيد معنا واحد في بلاك ماركت يا عيال. والله ودي ندخل. دبابات بنجانية. أيوة خلاص خلاص نقردنا بعدين سمعنا معان قردنا. طيب أنا قلت إحنا في المستنقع الحين. حماية ونعطي الأمور القدر الأمور القدر معكم إذا جانا الحين نجتمع نعطيه ويعلمنا الأماكن كيف نزرفه وكل شيء. لكن المشكله مو هنا المشكله اني انا حشران الحين وقسما بالله اني لازم اروح الحمام عيال ثواني وجهي انا ما ادري كيف موزه مع بيره وش موزه موزه وبيره ولا موزه ايش يا فطور الكابتر اسمعوا لي اسمعوا والله شرطه شرطه يورد بالكعبه انا باللي خلق من خلق اي والله الناجشيه لا ابغى ابغى لا روق بكو يا عيال لا 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 سيه هو اللي يعرف المكان أسألك بالله سيه هو اللي يعرف المكان سيه هو اللي يعرف المكان اي والله انه هو اي ورب الكعب انه هو طقمه هذا هو الكلام لابسه حركني ما شاء الله يركب معاك يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال يمكن بيخطفنا يا عيال ورب الكعب يمكن يكون مع الشرطة احنا اكثر يا احمد اذا فكر باشق راسه يلا ما شاء الله احنا اربعة هو واحد الطيارة الحلوة هذه ركبت ركبت مدري شو انت الحلو وين بنروح يا وين بنروح يا حضرة اللي يسمونك بناديك سي اي بناديك سي اي اوكي سي اي تمام وين بنروح بنروح المقر عشان نتفق على كل شيء انا طيب المقر وين هو ما عليك تعرف ناصر كل شيء في وقته كل شيء في وقته كويس ناصر ليش كل ما سألناك سؤال يعني. كل ما سألت شيء قال في المقر ما أعلمكم تعرفون سعد شكله بيجي فين العيد سعد أحسها بيغدر فأحذره بس حتى تنويه يا سي اي ألا بس يعني أحب أحذرك يعني أنت بغى تلعب بدين تراني لابس حزام ناسف ها يعني هنا واللي هنا أروح كلنا لو بسوي شيء كان كلمت الشرطة على مكانكم هنا وجواليكم والله أنا أقنع والله أقنعني يا أخوان لا ما اقنعني صراحه لا والله اقنعني يبغى يستغلنا بس ما شاء الله تبارك الله انت وين رايح استغلك انت وين رايح الحين دقيقه وين رايح وين رايح وين رايح اها طيب المقر ان شاء الله المقر في نص المدينه عاد نقصد يعني نعين ونعاون نحتاجكم ليش لا قالوا ايش استغلكم فيه احنا لازم نتاكد انت كانك دخلت المدينه شكله بيطيح هذا بيتك هذا لكم المقر ما شاء الله يا شاكر ما شاء الله انا اقول ما دبابات يلا طلع غني يا ربي يعرف اسمك يا ربي يعرف اسمك شكله ازبل مني اي والله يا رب لا والله انك كويس لا والله ما في ازبل مني الله انه غني شوف كيف الاغنياء يسمعوا والله والله انه صوتها ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله من وين لك هذه من الماركت من السوق السوداء ايه بالله طيب ما في وظايف شيء ما تناقصكم عدد طيب بنتفق عليها هذه ان شاء الله ما شاء الله كنا رحنا لغرفة النوم حقتها يا عيال رب الكعبة انه غني يا الله خايف اطيح من بيته الدنيا كلها قزاز ايش ليش ما يجلس ما شاء الله يا احمد كذا فوق الكلمة بعد اللي يجلس يا حمار لا لا احمد الرسمية الموضوع الرسمية احمد يجلس زين لا تمشون قدامه قاعد يطلعنا شو يكرشنا احمد منسدح احمد بلقي انت تكتك معك كذا احمد تكتك معك لا لا احمد يطردنا جاي تتسدح عندي في البيت معليش معليش بس في واحد بعيده براقبه هذا مين اللي جاي دقيقه لا 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 تخاف لا تخاف انا بس انا قاعد اراقب من طيب اسلم طيب اول شيء ما عرفتنا باسمك معاك رئيس السوحات طيب يلا حي رئيس السوحات انت السوحات اللي معك حبيبي ابقى وسلمك ابقاك الله طيب الموضوع ان انت تبون دبابه صح اي نعم طيب هذا هو همكم الوحيد الدبابة نعم وشرحنا لك سالفتنا تمام طيب بنعلمك الحين الخطة طيب الموضوع ان في دبابة انا بيها من اول بس ما قدرت اجيبها لازم عدد ايوه واعرف مكان واحد انا من هالدبابة هذه الدبابة دي ما في منها الا حبتين بس حبتين هنا قصدك حبتين في العالم بس ما صنع منها الاثنتين الدبابة دي وما عندك انت منها لا ما عندي حلو طيب انا جاني بس جاني خبر عن وحده موجوده في مكان اللي هو قاعده حربيه تابعه للجيش بحريه هي ف
نبيكم تساعدون يعني ناخذها، واذا قدرنا نسرقها وناخذها تكون لكم ان شاء الله. طيب قاعده حربيه وين مكانها؟ في البحر، بحريه هي. طيب شلون قاعده بحريه؟ كيف تبي تسوي؟ بالهليكوبتر حقتنا، بناخذها بالهليكوبتر ونروح. يا ما فهمت قصدي الحين. هي انت تقول قاعده بحريه، احنا نسرق دبابه من قاعده بحريه، كيف؟ طيب بالهليكوبتر، الهليكوبتر اقدر اشيل فيها الدبابه. بتشيل الدبابه في الهليكوبتر موجوده برا؟ لا اي، الهليكوبتر دي تقدر تشيل فيها اي شيء، فبنشيل فيها الدبابه. ايوه وش هي المشكله؟ ان الدبابه حسب اخر كلام وصلني انها داخل، يعني ما بنقدر نجي نشيلها ونمشي على طول، لازم واحد منكم او اثنين ينزلون يطلعون الدبابه من داخل. ينزلون من الهليكوبتر؟ يا عيال شوف المدينه وين، ارجعوا ورا، طلعوا ورا. بسم الله، اول ما نقرب انزلوا يا البرشوت. يا شوف يا حربيه، شوف الحين، يلا 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 الحين. الله يوفقكم. الله عمليات، يا عمليات، قاعد يبلغ قاعد يبلغ قاعد يبلغ، طلع طلع طلع.